مستمرين معكم بالحلقات الخاصة لأوتو فوكس من أمام مباني الام تي في بالنقاش. أكيد عم نحكي عن الشاحنات الخاصة من فولفو، وهي بوجود جابرييل أبو عضل بلبنان استخدمت هالشركة هالشاحنات الرائعة من المصنع السويدي العملاق بعالم السيارات والشاحنات أيضا. بصرنا نرحب مرة جديدة بالخبير بها العالم هيدا مسيو جوني كيتشيشيان. هاي جوني، أنت سيلز مانجر بجابرييل أبو عضل. اليوم حنتعرف على الـ FMX، شاحنة رائعة جدا وبمواصفات كتير مهمة للطرقات اللبنانية مثل ما كنا عم نحكي معك، وبدنا نشوف الفرق. بداية كنا شفنا الـ FM، عم نشوف اليوم الـ FMX، شو الفرق؟ الـ FM هو زيت العائلة تبع الـ FM اللي شفناها قبل. الـ X Factor is the heavy duty truck اللي أكتر شيء بيستعملوا للقلاب. نعم. وهذا الكاميون مميز لأنه أول مرة بيجي 520 حصان، مبدئياً كانوا أكتر شيء يجوا 440-440-480 حصان، وبيجي أيضاً بيجوا كله أكتريته 8x4 trucks بيسموها بلبنان عقربة، وال very very heavy duty truck للقلاب معمول بيستعملوا بس للقلاب. 6 سيلندر بقوة كتير كبيرة، 12 غيار، يعني دائماً تعودنا بالكاميون أنه يكون فيه غيارات أكتر. أيوة. خلال القيادة هالشي أفضل أكيد بيكون، خاصة إذا في حمولة بالتراك، ومثل ما ذكرت في قوة دفع كتير كبيرة، يعني قد ما يكون في حمولة زايدة بيتحملها بكل سهولة. كل فولفو بيجوا 6 سيلندر، بيبلشوا من 240 حصان لحد 750 حصان، كله 6 سيلندر، كله 6 نعم. سيلندر ستريت بيجوا. نشوف المحرك معك كنا. المحرك مو مبين من هون، بس في شقفة من ما تشوف هون كتير نظافة، كتير كل شيء قدامك، يعني بدك تغير الزيت قدام، تشوف تفحص الزيت، تفحص الزيت الفريم، المي تعبيه كمان من هون، النت معمول للبرغش وهيك حشرات جاي قدام كمان مشان ما يصير شيء. نعم. لو بدك كمان تشوينج، لو بدك لا سمح الله وقف الكاميون هيدا بيشدوا بيسحبوا بسهوله بيرجع بيحطوا محله. والستيب هيدول معمول ليطلع ينظف الزيت، ولو حدا قصير في كمان ينزل بسهولة الغطاء بطل هيدا، وبيوقف من هون بيطلع لفوق وبينظف المراي كله قدام. منتابع جولتنا وصار وقت نشوف الكوكبيت بهال FMX الرائع معك جوني. اذا بتفرجينا اكثر كيف بيقعد السايق وقديش فخم هالكوكبيت بهالشاحنة. عندك كل التسهيلات، كل شوفير فيه يقعد جوا يزبط الديركشن حسب هذا، الكرسي كله بالهواء بيشتغل بيعلي بيوطي الكراسي، وعنده كل وسائل الراحة موجودة. أيوة. عندنا كمان الكاب هولدرز الى جانبه، في عندنا الساوند سيستم الرائع اللي كنا عم نحكي عنه. أيوة. كمان بفيري فيري جود كواليتي. عندك الالكتريكال ميرور، عندك الادابتيف كروز كنترول، عندك الـ lane change support اللي حد منك الكاميون لو في سيارة واقف. نعم. مش منتبهين بيعمل ألارم عندك انه في سيارة واقف حد منك، وهذا شايف الدوليب 24 بيجوا اكبر دوليب بالكاميون فعلا، يعني دوليب ضخم جدا وشكل كتير اجريسيف لهالفولفو FMX. والشاسي مسفح كمان من جوا، دبل شاسي بيجوا هيدول مشان لانه استعمال 50 طن، فوق ال 50 طن بيجي ريتاردر معهم، الفيتيس مثل ما 12 غيار، يعني قصدك الكاروسري الحديد بتحمل حال وزن لحد 50-60 طن. نعم. ما في اي مشكله بالفولفو، ما عندنا مشكله، والاكيد كل القطع موجودين، وعندنا الصيانه 24 على 24 7 ايام، لو حد لو صار عنده وقف كم يوم بالليل او بالنهار في تلفن على التليفون، في الاسيستنس بيطلعوا رود اسيستنس بيساعدوا على الكاميون. ليش برايك جوني زادت مبيعات الشاحنات ليتلي، مش بس بلبنان بل بالعالم كله؟ لانه الفيلد الطلبيه كثير، وصاروا كثير حينين بالسواقه ومرتاحين، يعني الشوفير بينام فيها، هيدا مكتبه، هيدا بيته، هيدا شغله، وهيدا مش هيك صار الاهين يبعثوا مع المتحمية، يبعثوا مع الترين او شيء بيبعثوا مع الشاحنة. طيب عادة من لبنان بنشوف شاحنات قديمة للأسف بتعمل بولوشن كتير على الطرقات، بتطلع دخنة كتير سائلة وبتضر بصحة الإنسان بالنهاية. فولفو قديش صديقة للبيئة بهال؟ فولفو أكتر شيء الأهم شيء هو السيفتي، كواليتي اند انفايرمنت فريندلي. يعني موتوريت أول واحد، يعني من بلشنا من 97 جيبوا يورو 3 انجنز اللي على التلوث كتير، هلا أوروبا وصل على 6. نعم. والله ربنا احنا كمان حنوصل على 4 بلبنان. فولفو اكيد اخذ احتياطاتها بهالموضوع. ايوه.
صديقة البيئة مثل ما كنا عم نقول. وهيدي الشاحنة ومثل غيرها من شاحنات فولفو ما في أي دخنة بتطلع على برا بطريقة كتير ظاهرة، وحتى لو كان في حمولة زايدة على ما عنده مشكلة الشاحنة. ما عنده مشكلة، بس أحسن من الحمولة اللي مطلوب من فولفو جوني. لكن كل قطعة موجودة بالشركة. أيوة. سيرفيس كمان 24 ساعة 7 أيام بالجمعة. أيوة. عند جابرييل أبو عضل. أنا بتشكرك لوجودك معنا اليوم وحديثك عن هالشاحنة وغيرها من الشاحنات بأوتو فوكس بالحلقات الخاصة اللي عم تكون معنا. مشاهدينا أكيد نلتقى مع المزيد من الشاحنات، ودائما تابعونا على MTV.